ليه بقطع الدنيا؟ الإنسان هو اسم العمل ويسمى النسيان، والحوار هو هو أوراق منسية نتذكرها باستمرار. نعم. بأي مدرسة؟ ثانوية روتك صفيحة. ممكن أنت اليوم اليوم بهالفوز؟ كثير يعني مسرورة جدا بفوز محمد، خصوصا أنه ثانوية روتك صفيحة سباقة جدا، والمسابقة العشر سنين عم تفتح لنا هالفرصة وناخذ الجائزة الأولى على طول. اليوم مركز السفر الثقافي أحيا حدثين بارزين، مسابقة إيميلين أسرار الثانوية وقصتي، بنثبت بأن طلبة ذات مدينة للحياة، مدينة للفرح، مدينة للثقافة، ولن تخبو شعلة الثقافة في هذه المدينة. زوات العلي مدير ثانوية طرابلس الرسمية للبنات. خبريني عن الفكرة وعن النتيجة الحلوة اليوم على حسابك. هي فكرة قصة أدبية صغيرة تعطي عنوانها لكاتبة إيميلي نصرالله للتلاميذ المدارس ويشاركوا بهذه المسابقة بأفكارهم بطريقتهم بأسلوبهم، وهيك تشجعهم على الكتابة الأدبية وقراءة الكتب، مش إنه الكتاب على طول يعني يكون له قيمة يعني. شو بتقولي للناس اللي ما عم يهتموا بالقراءة المزيين كل نهار كمبيوتر وإنترنت؟ أنا بقول لهم فيسبوك ما حينفعكم ولا الواتساب حينفعكم، اقروا اقروا قد ما فيكم لانه القرايه بتساعد شوي بالحياه العالميه. مبروك لكم. ميرسي ميرسي كثير. عقبال كل الشباب والصبايا. انا مديره مدرسه النهضه الرسميه للبنات المينا. تلاميذنا شاركوا بمسابقه قصتي صف الخامس والسادس، وواحده منهم ربحت القصه عن تاليف القصه مع رسومات، وكمان مسابقه اميلي نصر الله بمداخله بقصص الاديبه والكاتبه ايميلي نصر الله. هالشيء بشجع الطلاب على المطالعه والقراءه وتقويه اللغه العربيه اللي عم ترجع لورا عم تدهور شوي شوي، بس ان شاء الله بهمه ست هدى صباغ وبهمه الجميع بدي نصيف تشجيع على المطالعه وتحسين اللغه العربيه. اولا نشاط مهم بطرابلس، مدينه العلم والعلماء، مدينة التفوق والنجاح والانفتاح والتعايش. كتير بحب أنا أنه تنعمل هيك نشاطات وتبين وجه المدينة الحلو يلي هو دايما موجود. إضافة إلى أنه هذا النشاط هو تشجيع للطلاب للقراءة بالكتب والمطالعة، تشجيع لاستعمال الكتاب، تشجيع للحوار للأدب، تشجيع للطلاب ليصير عندهم روح الأدب والمنافسة ويرتقوا لدرجات أعلى وأعلى بالعلم.